علشان نعمل احلى فطار لاول يوم العيد، عندي هنا شوية زيت هحط عليهم شوية ليا عشان اعمل كبدة باللية للفطار. شوحت اللية شوية كده، هبدأ احط بقى عليها التوم، راس توم كاملة عشان الكبدة بتحب التوم الكتير، ونشوح التوم حلوة قوي بقى كده لحد بس ما ريحة التوم تطلع، وبعد كده هنزل عليه بالكبدة. عايزة اقول لكم انا ما غسلتش الكبدة، انا جبت الكبدة قطعتها انا التقطيع اللي انا عاوزاها، وبعد كده هو حطيت عليها خل، سبتها عليها شوية صغيرة كده، وبعدين حطيتها في المصفى تصفي الخل منها، نزلت كل الشوائب اللي بتبقى في الكبدة. تمام، اه شايفين انا كده غسلت الكبدة بالخل زي ما قلت لكم، وحطيتها في المصفى، شايفين من تحت بقت عاملة ازاي. هنزل عليها بقى كده بالكبدة وقلب بقى فيها شوية، مش كتير علشان الكبدة ما تتهرقش. تمام اهو، هقلبها كده كويس جدا جدا في قلب التوم، طبعا كله على نار عالية، ما ينفعش نوطي على الكبدة علشان ما تنزلش المية بتاعتها، وعشان كمان ما تنشفش. تمام، طبعا انا مخليه الجزار جايبها لي الكبدة صافية، بس لقيت حتة كده جزء قلب عنده صغيرة، خليته حطها لي يعني فوق الميزان وكده يعني. تمام، نقلب بقى حاجة بسيطة كده، بعد كده هنزل عندي البهارات بتاعتي، مش هحط بهارات كتير، هحط شوية صغيرة فلفل اسود، هحط كمان كمون، هحط كمان كزبرة، بس مش هحط اكتر من كده، فلفل اسمر، حاجة بسيطة، كمون، طبعا عارفين ان الكبدة كمون وكزبرة يعني شوية حلوين كده، معلقة كبيرة من الكزبرة اهي، ونقلب بقى. هصدمها بشوية خل صغيرة قوي كده اهو، شفتوا انا حطيت حبة بسيطة ازاي، حبة صغيرين جدا. هنا بقى اخر حاجة الفلفل، انا حاطة فلفل رومي اخضر، حطيت كمان معاه واحد بس من الشطة الحارة، ونقلب بس تقليبة بسيطة كده. انا عايزة طبعا الفلفل يقرش في قلب الكبدة، مش عايزاه يكون مستوي قوي. تمام تمام، بس كده خلاص خلصنا. هعمل بقى السندوتشات بتاعت الفطار عشان نقعد نفطر، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بألف خير وصحة يا رب ان شاء الله. ما ننساش طبعا عصرة الليمونة الجميلة بتاعتنا دي اهي اهي، وبس هعمل السندوتشات واقدمها لحضراتكم ان شاء الله. كده حبايبي يكون فطرنا النهاردة خلص، عايزة اقول لكم تحفة جدا جدا ما شاء الله، خطير، الريحة رهيبة، فما بالكم الطعم بقى حكاية. ان شاء الله يا رب تجربوها وتنول على رضاكم واعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت كل واحدة متابعاني او كل حد متابعني يقول لي متابعاني منين، وان شاء الله باذن الله هنقدم مع بعضينا وصفات جاية تانية كتير احلى واحلى، واللي جاية احلى باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك، باي باي.